مشاهدي قناة الحياة الجزائرية، مرحبا بكم وين ما كنتم معنا في عدد جديد ومتجدد من برنامج سكوار. موضوع اللي راح نهضروا عليه اليوم، ما هو أجمل مترشح في الانتخابات الرئاسية؟ خرجنا للشارع الجزائري باش نعرفوا رأي المواطنين، وعلى هذا تابعوا معنا. باين السيد الرئيس بوتفليقة باسكو عنده البرنامج شباب، وهو اللي دار الوئام المدني في الجزائر، وهو الإنسان المناسب للتحرير. ما كان حتى واحد فيهم، واحد ما عجبني واحد ما قناني يا ودي، حتى واحد مش باب كاع كبار ما يجيبونا واحد جان هكذا يا صغير يفهم لي جان هذوما. اجمل مترشح هو رشيد نقاس. بون اجمل مترشح اللي شفته في المترشحين رشيد نقاس، يعجبني بزاف، جاي كل بيبون الله يبارك، يعجبني شعره جاي مقدود. يعجبني رشيد نقاس. شو رايح في الشباب؟ جتي غي رشيد نكاز نظن الغديري ولا جمع اسمه نكاز هذاك، كاش فيهم لي بوغوس. والحاجه الثانيه ماشي المظهر، ماشي المظهر هو الصح، شكون اللي يجي في المنصب، المنصب هو الصح. انا جو بونس الرئيس اللي ترشح ماشي يعني الجمال مو شرط، مش شروط، يعني من الشروط اللي يكون انسان انتليكتيال مثقف سياسي، هذا هو. اما الجمال ما عنده حتى قيمه انا بالنظر تاعي. اجمل دوك كاستيون دو بوتي، واحد فيهم ما شباب كاع مزعوقين. ادري من الانتخابات هذه ما كاين حتى واحد دو. دوك اللي يصلح ولا لي شباب اختي، حنا واش نديروا به شباب وما يصلحش؟ شباب على الصح في الزين، الزين ما يبني الدار، انت حبي يبني البلاد. اوكي نيدي حفيظ الدراجي. سي واقيلا مترشح لا نقاز بار اكزومبل، ستان بونون مليح، هايل ماشي شباب. مليح يحبوه الناس وجال باب الواد مليح. غديري اجمل مترشح انتخابات رئيسيه 2019 هو راجل اختي ولا غرفور. هو بوتفليقه، خاطرش هو خدم البلاد وسقم البلاد وانسان صالح. كان غديري، كان نقاس، كان بوتفليقه، كان على حسب ما اظن الغديري. اجمل فيزيكمون ولا فيزيكمون اللي بو مقري ما عجبونيش هادو ما كاع اختي اللي ابر بوتفليقه. عبد العزيز بوتفليقه ما كاش نقدر نفوطي عليه في 2019. بوتفليقه هو اللي شباب اضرب من البلاد اللي نشوفوا شباب. بور موا سي عبد العزيز بوتفليقه. بارابور الاخرين هذوك شفتهم في اليوتيوب وكاع، سمحيني بصح زعما يهضروا على النيفو كاع، بصح ما كاش ما شفت والو. ما نكذبش عليك باسكو على هام بريزيدون سوا لازم يكون ميغ، يهضر يعرف يهضر، جابوا لنا غير لي كود دي كوميديان بريسك. حميده تاع زبدوكا غادي نفوتو عليه، ما كاش لي غادي ما غاديش يفوتي عليه، هذاك هو ابرز المرشحين. قال لك غادي ندير لكم كلشي باطل. عبد العزيز بوتفليقه. الجمال جنرال غديري على سون ستيل على بال، انا عجبتني على سون ستيل بال، على حقروها مساكن الكويتيين، سمعتي عليها حقروها، انا ما نشوف على سون شارم. جاب لي ربي اللي راني مترشحه اللي تديها وتكون شابه كاع، هذيك اميره هي اللي تديها باسكو شابه و وقت عارف الغاشي يحبوا غنسة هذا سما اوفيسيال يفوطي عليها هي باك شابة، يعني يحبسوا عزيم يحبسوا شكون يحكم بلاد ويريقنها، بس كي تكون مرا في وسط رجال تديها هي يعني نعرفها اوفيسيال هذه بوتفليقة. نعم ايه خطرش شغل ولفناه و مام كي زاد ترشح للعهدة الخامسة سما اون اون كونفيونس ليه. اجمل مترشح الله ما على بالي، بس على بالي بلي زين ننسى ونسى الرجال هذه ولا مترشح شباب ولا شباب، الله ما على بالي اختي. ايه زين ننسى اختي العزيزة ونسى الرجال. لا لا امون افي بوتفليقة باسكو زيو بلو عينيه زروقة. السؤال قلت لي اجمل مترشح، انا جاب لي ربي شفتهم كاع كما يقولوا فرماشي، لازم نخدموهم قبل ونعاود نتستيوهم نشوف. وكاين كاين غديري شويه والرئيس تاعنا كما يقولوا عبد العزيز، وكاين واحد اخر ما راح لي اسم تاعو فرماشه ثاني
جات قالت لك قالت لك عندي مشاكل رايح عند الترشح باش تحل المشاكل تاعها. ونلقى صافا ثاني مليح كما يقولوا بريزونتابل نورمال. فليقه يكملوا خلاص هذا معك. ايه مليح. نخرى ما نعرفهم ما نقول لك ماشي شابي. انا نقول لك ما نعرفهم ما نقول لك ماشي شابي. انا نعرف بوتفليقه تقعد البلاد هكا خير. هذا واش نقول لك. بوتفليقه. هو شكون؟ لقينا مع استقرار لقينا مع كلش. سما لا لا سما سكن بلاد هو اللي سكن بلاد هو. بوتفليقه هو شباب. عجبني هو خير من رؤساء كامل. غاني مهدي. ولا رشيد نكاز ثاني يعني. غادي مهدي ارتيست كما نقولوا هو صحفي تسمو يستاهل. ورشيد نكاز والله ما راني نتبع فيه ما انا جاب لي ربي جو سوي بوغ مع رشيد نكاز. زين على كل حال زين خلقه ربي واش نقول لك زين زين الفعايل وزين تاع كلمه والهمه. انا والله جو بريفير الغديري. رئيس بوتفليقه خدم خدم دار كلش ما ينجمش يجي واحد اخر. حنا رانا معاه نساندوه رايس وهو ان شاء الله يخرج رايس ودار كلش. خدم للناس سكن الناس خدم المترو دار تراموي سكن دار لاديال سكن الناس. يا خويا رانا معاه هو ويجي واحد اخر. لا لا هو خير هو كي يخرج رايس ما يكملوا البروجي تاعو. ما عجبني حتى واحد. قلت لك كيما قلت لك يبدلوا كان يبداو زعما يروحوا بوتفليقه ويبداو يخلطوا ياكل البلاد تنتكل ماكله ياكلوها كاع. سي كي كمل هو يشد هكا خير خير وخير. ماشي مليح الخلاط بزاف كيما يقول لك البابور لو كان يقتلوا فيه الرياس يغرق. رانا هكاك.